السلام عليكم احباب، كيفاش نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بالف عافيه ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد، بلوك جديد. اول حاجه سمحوا لنا بزاف تعطلنا البارح، كان خصنا نعلقوا فيديو اليوم، عادك حطينا شويه معطلين، ولكن الخدمه والوقت ما كاينش. زعما اللي ما كيعرفناش حنايا هاتفه اسامه كوبل صغارين، المهم باقي صغارين شويه، العام الاول ديال الزواج ديالنا، العام الاول ديال الزواج، والله يوفق الجميع للزواج ويكمل على بألف خير على اللي عاد ماشي تزوج وعاد يعني عاد تزوج. كنتمنىكم ان شاء الله تبقوا معنا في لاشين ديالنا وسبسكرايب في لاشين على سبعنا فيديوز مزيانين بزاف بزاف بزاف، وباقي مجنون واحد الفيديوز واعرين 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 ان شاء الله يا ربي. ومهم النهار ديال اليوم، اليوم نهار عائلي 100%، اليوم فيها خريجة مع العائلة، حينا ما خرجنا مع العائلة، واليوم يعني مع العائلة كنقولوا با ماما خوتي عمامي بنات عمي رجال ديالهم ولاد عمي نسا ديالهم وليداتهم، تبارك الله ما شاء الله خير دي ربي بينا. غادي نمشيو كامل بينا، غادي نخرجوا نورمالمون في هذا الوقت، هذا دائما كنمشيو لواحد البلاصه اللي كنعملوا فيها الشوا، ولكن ديك البلاصه بقى مجدوده، يعني قررنا غادي نمشيو لواحد بلاصه اذا مزيونه فيها واحد بحال واحد الواد ستيتو بحال واحد الجرده، وغادي نديو الماكله ديالنا وغادي نتغداو تماك مع بعضياتنا وندوزو واحد الوقيته مزيونه والعولي نلعبو شويه. المهم اول حاجه غادي نعملو انا واسامه، امبارح جمعنا الدار، شوفوا كلشي مجموع هنا، البيت هو مجموع، غير الحوايج خصهم يتهزو. المهم جمعنا الدار كامله وخصنا قشيعات، عملنا كلشي باش المهم نصبحو مرتاحين. و دابا شنو غنعمل؟ دابا خصنا نشربو، باقي ما فطرنا ما والو، غادي نشربو واحد القهيوه اللي كتعاوننا نطيحوا شويه ديال الكراسه، ويبقاو معنا باش غادي نوريكم شنو هي، ومن بعد غادي نمشيو نتسخروا، من السخره غادي نجيو نضلوا نجددوا شي حويجات باش نديهم معنا وغادي نخرجوا مع العائله. بغيت تدوز معنا النهار ديالنا، بقاو معنا. المهم غادي نوريكم انا كنستعمل هاد البرودكتو هذا، شوفوا هذا واحد القهوه اللي كتعاونك باش تطيح الشحمه، وكتبحال اللي كتشد لك شويه الشهيه ديال الماكله، كتبقاش فيك دوسه كاع تسقط. واسامه شنو كتستعمل اسامه؟ نستعمل قهوه عاديه، هذا الماركه العام يعني كلاسيك عاديه، وكنعمل منها شويه ونخلط شويه بالتايه. اسامه كيخلط قهوه عاديه مع قهوه عادي، انا لا انا الصراحه كنشرب غير هذه. طريقه الاستعمال ديالي، خصك تشرب كاس ديال الماء الاول، من بعد كتعاد ديال القهوه هذه هنايا، كتشرب كاس من ديال القهوه، كتعاود تشرب كاس ديال الماء، خصك تبقى بين ساعه ونص تنجد شويه بلا ماكله. هذيك غادي نفطروا، هي هذيك غادي نشربوا قهوه، غادي نمشيو نتسخروا وتنجيو عاديك غادي نفطروا ان شاء الله. بالنسبه ليا هذا البرودكتو هذا، انا سردته لي فيت فاميلي، غنخليكم على انستغرام ديالها، واحد امراه ما شاء الله عليها يعني مجوجه بوليداتها، ويعني هي بدها كتبارطاجي حياتها ورات يعني كيفاش تبدلت الحياه ديالها بالرياضه بالدري جيم وشي برودكتوس كتستعمل، ومنهم هذا ديال القهوه اللي كطيح كراسه. ما عرفايكم على الانستغرام ديالها، الا بغيتو تمشيو تتبعوا. انا فهاد الساعه ديال الله بديت هذه ثلاث ايام كنستعملو، ما غاديش نقول لكم يعني من دابا واش نصحكم به ولا لا، خصني ضروري نجربو، غادي كنقول لكم ان شاء الله واحد السيمانه ولا جوج السيمانات غادي نقول لكم كيفاش كنحس براسي. حاجه واحده اللي نقدر نقول لكم هي ملي كنشربو كينشطني بحال يعني قهوه عاديه وصافي. تمام ما كيعمرش ديك المغرفه كامله، انا صراحه كنعمرها طيب، دفت الماء شويه باش غادي يذوب لي مزيان وصافي. وين فانا من عادي لا هي مخبع عادي هنا يلا. المهم دابا غادي نخلطو، انا قلت لكم كندفي الماء شويه باش دي، انا ما عنديش بزاف مع القهوه هي مره شويه، غادي نكشر بحال اللي كنشرب الدواء. المهم الحباب جبرتونا خرجنا، وسما سبقني وشارمي الزبل حشاكم، وانا يا جبرتوني غادي نهبط الطنور غادي نمشي مورا. المهم حنا وصلنا، ماسكاريا في يدانا يمكن ما يمكن لا دابا نجاوب دابا قبل نعملوها غادي نعملوها دينا في يدانا. صافي كملنا السخره، عملنا السخره ديالنا هنايا، عمرناها على حسب نسينا ميكات، ما نشريو شي ميكات سبعه لنا في الدار. وسما غادي يدي دابا الكارو، شوفوا ودوا عينكم وسما عميكم صفرت هنا المغارف داكشي اللي غادي نديو معانا. المهم صافي في الدار نوريكم، نعدل الطرطيه وصافي هيكا هادشي بلاتي
يتشوفوا غدا واش نقدروا نمشيو للخيناسيو. حسب كان في بالو غيمشي غنخرجوا غادي نجيو غيمشي للخيناسيو وعاد كتب بان اليوم غادي يشدوا مع الجوج وقبل الخيناسيو واحد النهار نباس انا هذا شي مشكله وصام وانا معصب بعد الساعه حتى نهار ما يكوز. المهم جينا مورا العائل دختي غادي يمشي معانا حتى هو وجا مجد وكلشي ديالو دابا غادي نمشيو للدار نحطو السخره ونعدلو الغدا. عرفت الصراحه بنت في الاول كان عصر لي شي باش نفطر وتفكرت كنت نصبق البطاطا عندي هنايا الزيت باش نقليها نصبق البطاطا وسما كيعدل الفطور ديالو عنده في الميكرونداس ودابا كيعدل الغدا ديالو باش يديه معاه وصرا معايا كلشي معانا عاد يدي طابور ديالو بالرز ديالو داكشي ديالو وانا دابا غادي نعمل هادشي اللي تسقلها وغادي نفطر على حسب كنموت بالجوع والوحدة ونص ديال النهار وانا باقا ما كاينش والو. المهم انا عملت الفطور ديال الطب الصراحه واخا عييت قطعت زعما قشيت وقطعت البطاطا كان اللي عندي زيت تقليها هذاك جات مقليله ولكن بوينو ماشي مشكل كاينه ماكله اخرى وسما في عالمي بحال اللي قلت لكم كيوجد الرز ديالو بيتوغا وداكشي ديالو اللي غادي يديه معاه اللي وجدات تحرقت واحد شويه مشات تحرقت تحمرت وصافي ماشي محروقه. هو هذا الخبز غادي نديوه هادو مركيشات مركادونا كيسان تويسلات ومغرفات سيرفيتاس وشني باقي باقي خصنا العصير وقيلا صافي ندوز حنا باش نفرشوها في الارض دابا نعمل بابيل د الومنيونيت في الكرسي يبقى سخون وصافي. دابا حنا كنكملوا شنا الطبس اللي عندك تاع فطر الفطور في عندنا صافي كنكملوا ما مجمعنا كلشي زدنا العصير هذا الطابج د ماكله اسامه شنا بروتين اسامه وصافي والما ضروري المهم هيدا وصافي. لبست السروال هذا ديال زارا كنت شفتو العام اللي فات واسا كيجي عامل بحال فالدا ملي كتشوفي ديك الفرحه فليده. من بعد لابسه هاد الصباط هذا لابسه قميص ديال بيج كنت شفتها ديال بريمارك العام اللي فات حتى هي رينيونيرا سبنيه بكحل وعامله هادي سبينيه عملتها يعني بحال لون ديال السروال وصافي. العايل دختي العايل عمي وتما وانا يا دابا غنمشي للطونوبيل ايمن دابا لاتي لا ضيفا كنتي بوحدك غنمشي مثلا ياك لاي غنمشي تخلص دخلنا بوحدي يلا يلا هما جا السيد عمران عمران خصك تمشي اخو فاطمه يلا شوف طوارات تبارك الله ضلع يا لا كدعمل ها اش كدعمل كدعمل غازولينا صافي صافي تيني بطاطا كتاكلو عندكم بلا بيا واخا عليكم لا تي بلاش تقدر رجع تكي عليه باش هذا يرجع لوري نو بيرو من هنا قدام تا هو قريب له هو هذاك لا هو هذاك لا لا لوكون شتي برينجلز اه شي اللي جاي ما عقلوش عليك ها انا شفت راسي ضرب برينجلز برينجلز. المهم على الاخر ما عاديش تقدر تمشي العائله كامله غادي نمشيو غير حنايا وبابا وماما بهجه وحمزه وخاي وعمران والعيل دعمي معانا ما تقدرش تمشي العائله ماشي مشكل. ان شاء الله نزيد نوري لكم شوفوا الرحله ديالنا بهيجة معاهم غلبوك بهيجة شوفوا شتا كطيح ما عرفتش واش غتبان لكم المهم شتا كطيح علينا وحنا الله وصلنا الله تغدينا وشتا بدات كطيح كيستايو بيان دوتيا شوفوا راه جنب حنا شوفوا الطنوبه كامله فازكه بقينا تقريبا نص ساعه ماشي كامله راه جنب حنا الدار قلنا لكم شتا بدات كطيح وسما دابا عليك عيا كل طابل ديال الدراوس وجدات صحتك حبيبي شكرا المهم باهم تما كيتسناونا كيشوفوا واش الصحراء لقاو زعما شويه الشتا حسب ماشي مسحبه بزاف اذا شتو الصوم ماشي مسحبه بزاف قلنا يمكن دابا غادي توقف ونقدروا نرجعوا زعما نجلسوا شويه ولا نديروا واحد الدوره بعدا المهم حنا غادي نشوفوا شنو غادي يكتب انا كناكل برينجلز هنا شوفوا نوريكم مطعفين حنايا وبغي هاد البلاصه هادي في مانريسا بارك دي لافويا الناس اللي هنا قريب انت عارفوها كتشوفوا مزيان هذا هذا بحال واحد المهم ماشي الواد شنو اسمها السيد البحيره ما عرفتش كيف كيقولها بالضبط لكن شوفوا شحال حلوه زينا تما كامل هنايا كيجيو الناس كيجلسوا كيعملوا بيكنيك ديالهم تما عندهم
يعني في كلاب العول عشدوها مشدودة انتم عارفين. وهذه هي بهيجة. شوفوا هنا يا بطات كواك 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 سبع بعضيات هادو انا وأسامة. بهيجة كتعطيهم ياكلوا قطع فيهم الجوع. زي لك بهيجة عايجوا عندك باش ياكلوا هيدا. والله إلا عنا فوز فوطة نظر فش عمرين بهيجة. شكرا. بحال بيبي حاسس براسي بحال اللي كنربي بحال اللي كنعدل الديبيرو. عمرتو بالماء المرة اللي تجيب لك بروتين خليها عندك. ياه قال لي ما كتجيب لك شي بروتين تسيا خليها عندك. والله لا حاسس قسما بالله حاسس براسي بحال اللي كنربي بيبي. صبرت مع ديك عنده بولبو وديك الشيء تماك معدل البروتينات وانا عملت الماء بقيت كنخلط بحال اللي كنعدل الديبيرو. من العلمة كنعدل الديبيرو بيبي شارف. شكرا. المهم حنا قصف هاد الجهة هادي. شوفو تما كبو أسامة كيسليو العصر. المهم حنا وصلنا ياك أسامة على السلامة ديالنا. المهم الحباب وصلنا بحالنا للدار على سلامتنا. عرفتي واحد الطونوبيل خرجت مع هاد الكار واش بحال اللي خرجت اللي فحال مع هي مع هي ضدها وكتعمل لك كتمشي مرة صداع سكعت خلعتنا سترة. المهم كنتمناكم ان شاء الله يكون عجبكم هاد البلوك هذا تكون دوزت معنا واحد النهار مزيان. شوفوا اجا كنهضر وغنتناو ان شاء الله الجديد ان شاء الله شي حاجة نحطو شي حاجة جديدة شي حاجة سبيسيال عمرنا عملناها. انا عيت كنحاول نعملها ولكن ما قدرتش. انا معنا أسامة بقاو معنا وشوفوا ان شاء الله ربي. سبسكرايب القناة ديالنا خلينا لايك ديالكم خلينا كومنتار يتبعونا في انستغرام ديالي أسامة. خليكم هنايا والى فيديو قادم ان شاء الله. نحبكم في الله نحبكم في الله نحبكم في الله. الله يوفقكم ويعاونكم بارك الله فيكم. سبسكرايب لايك برو سبسكرايب لايك كومنتاريوس كومنتس الى فيديو قادم. مع السلامه.